يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. نبي الهدى نبي الهدى يا أبا القاسم نبي الهدى يا أبا القاسم وعلة آدم والعالم ويا أي مبتدئ خاتمي تخيرك الله من آدم وآدم لولاك لم يخلق. علاك وجودا له سبب علاك وجودا له سبب كذاك سجودا له أوجب ومن قد أبى بالشقاء احتبى لذلك إبليس لما أبى سجودا له بعد طرد شقي. براك الإله براك الإله سنا ملكه تشعشع كالعقد في سلكه فأنقذت آدم من هلكه ومع نوح إذ كنت في فلكه نجا وبمن فيه لم يغرق. أضاء سنا المستطيل لمن في نواحي السماء من قبيل وجلل آدم فيه الجليل وخلل نورك صلب الخليل فبات وبالنار لم يحرق.
لقد كنت أزكى نبي أمين وآدم ما بين ماء وطين تقلبت في الذكر في الراكعين وملك التقلب في الساجدين به الذكر أفصح بالمنطقين. أبا القاسم يا رسول الله يا محمد لقد عقمت بعدك الأمهات لقد عقمت بعدك الأمهات فما وضعت شبهك الحاملات فإن علقت في المدى المحصنات بمثلك أرحامها الطاهرات من اللطف الغار لم تعلقي. ولما عرجت لمولى الأنام إلى قاب قوسين كان المرام لذلك لم تعد ذاك المقام وعن غرض القرب منك السهام لدى قاب قوسين لم تمرقي. عن الحق يا رسول الله عن الحق كم قد كشفت الغطاء وعن كل عين رفعت الغشاء أما والذي فيك مد الضياء لقد رمقت بك عين العماء وفي غير نورك لم ترمقي. خلقت لأجفانها مطبقا فعدت بإنسانها محدقا ومثل المرايا صفت رونقا فكنت لمرآتها زئبقا وصفو المرايا من الزئبق. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أفضل الصلاة والسلام عليه. شوف ما وصلتم. فاطمة الزهراء
قبلها أمير المؤمنين صلوات فاطمة الزهراء صلوات الحسن والحسين صلوات زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان أصلي وسلم عليك يا رسول الله صل على محمد صل على محمد محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد الطيبين الطاهرين في الدنيا والآخرة وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله. مبارك لكم أيها المؤمنون والمؤمنات ذكرى ميلاد النبي الأكرم والأعظم أشرف الموجودات والمخلوقات نبينا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. وذكرى ميلاد حفيده ومظهر العلوم النبوية مولانا وسيدنا وإمامنا ومقتدانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه على آبائه وأبنائه الطاهرين. نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان هذه الليلة السعيدة وهذه الأيام جعلها الله أيام فرح وسعادة إن شاء الله عليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بالفرج العاجل لمولانا صاحب الزمان والنصر العاجل لأحبابه. في هذه الليلة وهي ليلة فرح النبي محمد صلى الله عليه وآله وذكرى ميلاد النور وذكرى هذه الهدية الربانية إلى الخلق بولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله نتحدث في هذه العجالة من حديثنا انطلاقا من الآية الكريمة في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نتحدث عن بعض حقوق النبي محمد صلى الله عليه وآله وعندما تطرح هذه الكلمة أو هذه المفردة مفردة الحقوق فإنها تعني أن على كل من يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله أن يؤدي هذه الحقوق له صلى الله عليه وآله. أول هذه الحقوق التي نأتي بذكرها في هذه الساعة المحبة، ولعل البعض عندما يسمع هذه الكلمة كلمة المحبة يظنها عنوانا عاما، فالمحبة قد تتقسم بين فلان وفلان من الناس، فترى الناس إذا ما أحب بعضهم يتعلق بعدد من المخلوقين، ولكن تلك محبة عامة. نحن ما نقصده نقصد المحبة الخاصة والتعلق الخاص والعشق الخاص برسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا العشق وهذه المحبة لرسول الله يرتبط على أساسها أو يكون على أساسها إيمان الإنسان، إذ لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بمحبته، إذ لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بعشقه لرسول الله صلى الله عليه وآله. كاذب ذاك الذي يقول بأنه مؤمن ولا يعشق رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن مسألة الإيمان مرتبطة بهذه المحبة وهذا العشق.
المسألة الأخرى أو الحق الآخر من حقوق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الصلاة عليه، وهي الواردة والمصدرة أوامرها في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية الكريمة صدرت فيها الأوامر الإلهية بوجوب الصلاة على رسول الله، ولكن نحن من أين أخذنا هذه الصيغة التي نتداولها على ألسنتنا في الصلاة على رسول الله؟ كيفية الصلاة عليه، هل هي أمر تعود الناس عليه أم لا؟ هي أمر منصوص عليه في الروايات بكل تأكيد. هذه الأمور التعبدية نحن لا نأتي بها من عندنا، هذه الأمور التعبدية وردت في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أهل البيت عليهم السلام، عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يكفي أن صلاة الإنسان لا تكون كاملة ولا تعتبر صلاة إلا بذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولذلك حتى الشافعي وهو من أئمة المذاهب السنية عندما يتحدث في هذا الجانب يقول: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض والفرض هو الواجب، ويتحدث بهذه الكلمة الفقهية: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم أو كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذه الصلوات التي نتداولها على ألسنتنا لو لم تكن قد نص عليها في الروايات لما قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. إذن هناك صيغ معينة للصلاة على رسول الله يذكر فيها، وتحمل هذه الصيغة جزئيتين لا يمكن التنازل عن أحدهما، إذ لا تكون أو لا تكمل هذه الصلاة إلا بهما، لا تكمل هذه الصلاة إلا بهما: ذكر النبي وذكر آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندما يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، إذن هناك في الأصل جزئية متكاملة تعمد البعض أن يبترها، والبتر هو القطع، وتعمد البعض أن يقطعها، وهذه الجزئية التي قطعها البعض ممن يدعون محبة رسول الله هي جزئية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المسألة الأخرى أيضا في حقوق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، المسألة الأخرى المودة لقرباه، وهي التي نصت عليها الآية الكريمة في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن مودة النبي وآله صلى الله عليه وآله، يقول: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. في بعض الروايات يضيف صلى الله عليه وآله، يضيف على هذا القول: فاحذروا أن تلقوني غدا على الحوض وقد آذيتم عترتي وأهل بيتي وظلمتموهم. نحن في هذه الليلة أيها المؤمن نقول بأن الاحتفال بعد ذكر هذه الجملة من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول بأن الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة وجميع ذكريات أهل البيت عليهم السلام إنما يكون على شكلين وعلى صنفين. الشكل الأول هو الاحتفال ومظاهره الاحتفالية بالزينة وما إلى ذلك، وما يذكر من جلوات، ما يذكر من أهازيج في ذكر النبي وآله صلى الله عليه وآله، هذه هي الجزئية الأولى.
والشكلية الأولى في الاحتفال. أما الجزئية الأخرى والشكل الآخر ولعله يكون الأهم في هذا الجانب الذي يكون بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، والذي يكون تطبيقاً لما أمر به الإمام الصادق عليه السلام وقاله في قوله أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. فإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام يكون بهذا التجمع، وأن يخرج منه الإنسان بفائدة، أن يحضر الإنسان وأن يفرح بمظاهر الاحتفال، أن يستأنس بسماع ما يقدم من أهازيج وأفراح في هذه الذكرى العظيمة، ولكن الأهم أن يخرج بفائدة، أن يخرج باستفادة من هذه المحافل، وأن يعتبر هذا المحفل وأن يعتبر هذه الذكرى انطلاقة جديدة واستمرارية لسلوكه المتبع لرسول الله وآله صلى الله عليه وآله. كثير من الناس واقعا، كثير نحن ما نخادع أنفسنا، فترانا نتدين في ليلة مناسبة دينية وما إن تنتهي هذه المناسبة حتى نرجع إلى سلوكنا الآخر أو وجهنا الآخر. ترى هذا الإنسان في ليلة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله باعتبارها مناسبة دينية وباعتبارها مولد النبي صلى الله عليه وآله، تراه يتدين أشد التدين، تراه في شهر رمضان إذا ما مر ذلك الشهر وجاء ذلك الشهر تراه يتدين، وما أحلى سلوكه في هذا الشهر، وما إن ينتهي رمضان بمجيء العيد وإذا به يعود إلى سلوكه الآخر وإلى وجهه الآخر. لماذا دائما ما يكون عندنا هذا الشكل الآخر؟ لماذا لا نحافظ على سلوكنا حتى بعد انتهاء هذه الذكرى، حتى بعد انقضائها، أن نحافظ على سلوكنا، أن نعاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نعاهده على البقاء على هذا النهج وعلى السلوك القويم وعلى سلوكه وسلوك أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. أحد الكتاب كان يكتب قبل فترة، وهو ليس محسوبا على مدرسة أهل البيت، ولكن كلامه كان في الصميم وكلامه كان عين الصواب، كان يتحدث ولعله لا يشير إلى أفراد، لأن المسألة تتعدد كونها مسألة أفراد إلى مسألة مؤسسات إلى مسألة تجمعات. كان يتحدث عن بعض المؤسسات أو عن الدول العربية الإسلامية وعن بعض سلوكياتها في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله، فيقول بأنه في ذكرى ميلاد النبي محمد في ليلة الميلاد ترى الكثير من أصحاب المحال التي تروج للفساد، هي تبيع أجلكم الله الخمر عنوة، هي تبيع الفساد عنوة، تبيع المجون عنوة وتنشر الفساد والمجون بشكل علني، لكن في ليلة ميلاد النبي تراها تقفل محلها، في ليلة ميلاد النبي تقفل محلها، ما إن تنتهي تلك الليلة، ما إن تنتهي تلك الليلة إلا وعادت تلك المؤسسات لممارسة نشاطها، فتبيع الخمر من جديد أجلكم الله وتنشر الرذيلة من جديد بعد انقضاء الميلاد. لكن بالمصادفة وهو يذكر هذه المغالطة التي نغالط بها أنفسنا وهم يغالطون بها أنفسهم، حتى لا يخسرون، أو حتى لا أدري في الواقع كيف يعبر عن هذه الحالة، ولكن في تلك الدول أو في بعض هذه الدول على الإجازة الرسمية التي تقدم إلى المواطنين في تلك الدولة، قدموا الإجازة يوم واحد، قدموا الإجازة يوم واحد لعله ترتيب مرتب له ومهيئ، فقاموا بمنع هذه المحرمات في تلك الليلة الإجازة الرسمية التي قدمت قبل مولد النبي بليلة واحدة، والمصادفة أنهم فتحوا تلك المحال التجارية في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، وفتحوا ذلك المجون وذلك الفساد في ليلة ميلاد النبي.
هذه أيها المؤمن طعنات في قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. أوليس هو الذي عمل ليل نهار من أجل إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور؟ أنخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور في ليلة واحدة ونبقى في ظلام ونبقى في عتمة طيلة وبقية أيام السنة ونخدع أنفسنا كلما جاءت مناسبة جديدة؟ ينبغي أن نعاهد أنفسنا ونسأل الله التوفيق لذلك على أن نبقى مخلصين إن شاء الله لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولحفيده الإمام الصادق في هذه الليلة، وأن نكون مخلصين لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. في هذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم عليها في خير وعافية وحال أوسع وأكمل وأنمى وأفضل من هذا الحال بجاه محمد والآل. هذه الليلة عندنا احتفاليتان، الاحتفالية الأولى بذكرى ميلاد النبي، والقسم الآخر ما نذكره في ذكرى ميلاد حفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي: فلما دخلت آمنة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أراد الله تعالى لها وليس فيها أثر ولا وجع وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة ووجبة عظيمة ففزعت منها، وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف. فبينما هي كذلك إذ نزل عندها، إذ دخلت عندها نساء طوال يفوح منهن روائح المسك والعنبر، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض، فقلن لها اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدينه من الخوف. قالت آمنة: لما شربت أضاء من وجهي نورا ساطعا، فجعلت أقول: من أين دخلن علي هؤلاء النسوة؟ وكنت أغلقت الباب على نفسي فجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن، ثم قلن لي: يا آمنة أبشري بسيد الأولين والآخرين النبي محمد. ثم قلنا: هذا محمد مصباح الأراضين. ثم خرجنا عني وإذا أنا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين، فإنه رسول رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت: فبينما أنا متعجبة من ذلك ومما رأيت منهم، إذ وضعت بولدي محمد أفضل الصلاة.
صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم النبي محمد صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي في ذكر أم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وأمه السيدة المكرمة فاطمة المعروفة بأم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت سيدة جليلة وعالمة ومحدثة، وكيف لا تكون كذلك وابنها الإمام الصادق عليه السلام وزوجها الذي بقر العلم بقرا وأشبه الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما حملت بالإمام الصادق عليه السلام فإنها كعادة أمهات الأئمة لم تجد وجعا ولا ألما، بل تجد اتساعا في جنبها. وفي يوم ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله في 17 من ربيع الأول شعت الأنوار من دار الإمام الباقر عليه السلام، وإذا بأم فروة قد وضعت بالإمام الصادق أفضل الصلاة. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنه يذهب بالنفاق. تحلاله تحلاله هالفرحه تحلاله، تحلاله تحلاله هالفرحه تحلاله. يا رب صلي على النبي وآله، يا رب صلي على النبي وآله. وبعد كل جمله في الفقرات كلمه محمد محمد تكون واضحه ان شاء الله في الجلوه. تحلاله تحلاله هالفرحه تحلاله، تحلاله
تحلى لا تحلى لا هالفرحة تحلى لا تحلى لا يا رب صلي على النبي وآله يا رب صلي يا رب صلي على النبي وآله إيه هالليلة روح القدس بالأفراح نادى يا محمد يا هالليلة روح القدس بالأفراح نادى يا محمد هالولادة السامية أشرف ولادة يا محمد برحمة المعبود وبلطفة ودادة يا محمد جعل بيد المصطفى زمام السيادة يا محمد شيدت بالمولد أركان الولادة وبالتهاني انفتحت أبواب السعادة صفحة أمانينا انكتبت تهانينا صفحة أمانينا انكتبت تهانينا صاحت محبة وفرح تتعالى يا رب صلي على النبي وآله صاحت محبة وفرح تتعالى إيه تحلى لا تحلى لا تحلى لا تحلى لا يا ربي يا ربي صلي على النبي وآله يا ربي يا ربي صلي على النبي وآله إيه هذا صوت الفرح بالنغمات ردد يا محمد صلي يا ربي على الهادي محمد صادح الإيمان بالأفراح غرد والفرح بالعالم العلوي تجسد هذا يوم صار لبك العصر مشهد أمتنا مسرورة بالفرحة مغمورة أمتنا مسرورة بالفرح وحقق ضمير الكون آماله يا رب صلي وحقق ضمير الكون آماله تحلى لا تحلى لا تحلى لا تحلى لا تحلى لا يا ربي يا ربي صلي على النبي وآله يا ربي يا ربي صلي على النبي وآله أمة المختار لو سائل سألنا يا محمد قول باسم المصطفى تحقق أملنا من العدم أنقذنا وتوحد شملنا إيه إحنا ويا الهادي بالروح اتصلنا واتبعنا هادينا عن لطف بارينا واتبعنا هادينا من لطف بارينا وبقلب صافي غرسنا أصالة يا رب صلي على النبي وبقلب صافي غرسنا أصالة يا رب
تحلاله 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 يا ربي يا ربي صلي إيه هذه فرحة وغمرة قلوب البرايا والمحافل جمعة أصحاب الدراية هذا محفل صبح لأهل العلم غاية هاي يا حرة وسامية وبها الكفاية يا محمد والوصايا نلتزم نهج الهداية صوت الوفي نادي باسم النبي الهادي صوت الوفي نادي باسم النبي الليلة الموالي ابتشر دلالة يا رب صلي على النبي وآله ليلة الموالي ابتشر دلالة تحلالة 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 هالفرحة تحلالة يا ربي صلي على النبي يا رب صلي على النبي وآله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد هناك جمع تبرعات إلى مسجد